الحمد لله للذات عظيم الصفات السميع السماع قدير الشان جليل القدر رفيع ذكر مطاع الامر جليل القران فقيم الاسم عزيز العلم وسيء الهلم قصير الغفران جميل الصناعي جزيل العطاء مجيب الدعاء امين الاحسان سري الحساب شديد الايقاد اليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشر الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب الى رباط وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد ويا ايها الناس وحد الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنه فان السنه تهدي الى الطاعه ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم والبدعه فان البدعه تهدي الى المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالشرك فإن الشرك يمشي والكذب يهلك وليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تهنوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وجبلوا في البلد وتوكلوا على الله فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه وإنكم جوال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين بارك الله لنا ولكم القرآن العظيم ونفعنا بإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب الرؤوف العلي العظيم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والسبي وخليله اللهم فصل وسل وبارك على هذا النبي الكريم ورسول السيد السند العظيم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا خصوصا على افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق سيدنا ابي بكر الصديق والناطق بالحق والصواب سيدنا عمر ابن الخطاب وعلى جميع آيات القرآن سيدنا عثمان بن عفان وعلى مظهر العجائب والغرائب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وجه عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعلى من شريفين بين الناس ابي امامة الحمزة وابي الفضل العباس وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وعلى الامام الازم الفقيه الابكم سيد علماء العالمين امام ائمة المسلمين عارف جوامع السنن والقران ابي حنيفة الرحمن ورضي الله تعالى عن جميع العلماء
والأولياء والصلحاء والعارفين الذين بذلوا جهدهم في عبادة رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر المواهدين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر المواهدين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر المواهدين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين. أعداك أعداء دين. أعداك أعداء دين. أعداك أعداء دين. آمين يا رب العالمين. اللهم اقض قضاء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.